الاستقلال مسيرة وطن عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأجنبي الحداد على فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج الدكتور حمدي مراد أمين عام حزب التيار الوطني، وأكد الحوار على أن الاستقلال عند الأردنيين هو مسيرة حياة وعطاء، وهب الأردنيين الحب والفرح في حياتهم بعد أن منحهم الأمن والأمانة والعيش المشترك بين كافة أطيافهم. كونوا معنا. الاستقلال مشروع حياة، قراءة لهذا الأردن وهو في منطقة كان دوما يعني حريصا على أن يحافظ على أمنه وعلى أرضه وسيادته، وذلك لم يمنعه من أن تمتد يده ليعين ليساعد ليطور ليدرب في الكثير من الدول الشقيقة. هذا الاستقلال اليوم يذكرنا بواجب أن نحافظ على مكتسبات هذا الاستقلال. بعد 46 إلى الآن 77 سنة، أين نحن من حلم الذي جاء على لسان مفجر الثورة العربية الكبرى والتي هي نهضة عربية كبرى؟ أين نحن مع الحياة الفضلة، هذه الإنجازات التي نراها بالرغم من ضيق الاقتصادي، بالرغم من هذه المنطقة المضطربة؟ كيف ترون عبقرية الإنجاز الأردني؟ يعني حقيقة العبقرية لها وجهان لهذه العملة الحضارية التي أنشأت هذا التاريخ والحاضر والمستقبل المستمر. الوجه الأول هو القيادة الهاشمية المباركة، والوجه الثاني هو شعبنا الأردني، نواة شعوبنا العربية ورأس الحربة في الدفاع عنها في تاريخ هذه المنطقة، بل وأياديه الممتدة عطاء في كل موقع عربي يحتاج العون والمساعدة. كما تفضلتم، بعد استشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، تولى الراية جلالة المغفور له الملك طلال فأنشأ الدستور، ثم خلفه الشريف الهاشمي صاحب الجلالة طيب الله ثراه الحسين بن طلال الذي حمل راية البناء، الفاعل الذي وضعت لبناته الحقيقية في من الثورة العربية ليكون انطلاق الحضارة العربية. إذا نقل الشريف الحسين بن طلال مرحلة الثورة بعد أن استقرت واستقل الوطن واستشهد حامل رايته هذا الاستقلال الملك عبد الله الأول، ليحمل هذا الحفيد الشريف الحسين بن طلال راية النهضة العربية، ليصبح هذا الأردن في سنوات معدودة ينقل كل معاني التحضر العلمي والثقافي والأخلاقي والتربوي. ونعلم إن أردت أن تسأل عن شعب أو بلد أو وطن تسأل عن مستوى علمه وثقافته، فكان هذا الأردن وردة في البستان العربي والإسلامي والإنساني على صغر حجمه، قلة موارده، مساحته. ولكن أشهد الله في هذه الليلة المباركة أنه حتما يد الله ترعاه منذ أن كان ليكون كما يريده الله سبحانه وتعالى، عطاء ليس لنفسه بل شعاعا للإنسانية جمعا.